ينضم الينا من وينسر عمر بشير مراسل الغد. يعني عمر، الاجراءات التي دخلت فيها البلاد حاليا استعدادا لهذه الجنازه. نعم، يعني ما دخلت فيه البلاد إلى الآن وما ستدخل فيه من إجراءات سواء خلال فترة حداد الملكة البالغة 8 أيام أو فترة الحداد العام المقدرة ب30 يوم، كل هذه الإجراءات مجدولة مسبقا، حتى أن الأمير الراحل صاحب السمو الملك الأمير فيليب أشرف بنفسه على وضع خطة تشييعه منذ فترة طويلة، أو بالأخص في العام 2017 عندما أعلن تنحيه عن المناصب الإدارية التي كان يقوم بها. وفقا لهذه الخطة، فقد أطلقت القوات العسكرية البريطانية 41 قذيفة في كل من أدنبرا التي كان يشغل الأمير الراحل منصب دوق أدنبرا، وأيضا في لندن وفي كارديف وفي بلفاست وجبل طارق خلال بدء مراسم تشييع الأمير الراحل فيليب. بالموازاة بذلك، الملكة إليزابيث الثانية دخلت منذ إعلان وفاة زوجها في فترة حداد خاص لمدة 8 أيام، ولن تقوم الملكة خلال هذه الأيام الثمانية بأي نشاطات ملكية أو التوقيع على أي مراسيم احتراما لهذه الفترة. ثم تدخل البلاد، أو بدءا مع دخول الملكة تدخل البلاد في 30 يوم حداد، يوم السبت المقبل عندما يتم تشييع الأمير فيليب. هذه البلاد دخلت في تنكيس الأعلام فعلا من اليوم منذ وفاته، ولكن هذه الأعلام سوف ترفع مرة أخرى عند الساعة 8 صباحا بعد التشييع، أي في صباح يوم الأحد المقبل بعد أن يشيع الأمير فيليب يوم السبت إلى مثواه الأخير، بمعنى أن الحداد الملكي ينتهي خلال فترة الأيام 8 التي هي تدخل فيها الملكة في هذا الحداد. في عموم البلاد، النشاطات الرياضية التي سوف تطبق في يوم السبت المقبل أعيد جدولتها لتمارس في أيام أخرى، على سبيل المثال مباريات الدوري الإنجليزي والغولف والتنس وكل هذه النشاطات سوف تمارس في يوم آخر، في حين سوف يرتدي اللاعبون شارات سوداء على أكتافهم بالتزامن مع هذا الحدث الجلل في بريطانيا. بخصوص الشركات والمقرات الأخرى غير الحكومية، لها حرية القرار في إعادة الفتح، خاصة أن البلاد سوف تدخل في مرحلة أخرى من تخفيف قيود الإغلاق العام يوم غدا الاثنين، فهذه الشركات وفق الحكومة البريطانية هي حرة في اتخاذ موقفها، ولكنها سوف تقوم بوضع الترتيبات اللازمة للمشاركة في هذا الحدث والترحم على الأمير فيليب. نقطة أخيرة، الورود والتي كان من المفترض للبريطانيين أن يضعوها أمام القصور الملكية، القصر الملكي قال في بيان له، العائلة قالت أن هذا الإجراء يعني غير محبذ بسبب قيود فيروس كورونا، ولكن الواضح أن البريطانيين لم يلتزموا وهم يواصلون التوافد للقصور الملكية ووضع أكاليل الورود للتعبير عن تضامنهم مع العائلة الملكية. نعم، عمر بشير مراسل الغد كنت معنا من وينسر، شكرا جزيلا لك.